أيام العيد الفقهاء يتكلمون عن مسألتين، تارة يكون على علم بأن العيد سيفصل صيامه، سيأتي في الأيام التي يجب أن يصومها، هذه ما تنفعش. نعم العيد يحرم صيامه، ولكنه هذا الفطر في صيام العيد مؤثر في قضية التتابع، السرد وتتابع أيامه. نعم يبدأ من جديد. أما إذا كان ساهيا لا علم له بأن العيد سيفصل أيامه، فإن حكمه حكم المريض، يعني يفطر أيام العيد، نعم، ثم بعد ذلك يستمر مباشرة، يكمل بقية سرده مع الأيام التي أفطرها لسبب العيد.